أول نجاح هو أن النجاح في النجاح، والنتيجة الثانية النجاح في الفشل. تقول لي توقف أستاذ، الأولى فهمتها لكن الثانية ما فهمتهاش، لكن كيف ممكن أني أنجح في الفشل؟ أعطيك مثل ونضرب لك مثل صغير حتى تفهم ما هو المقصود وكيف ممكن أن تستغل هذه القدرات اللي موجودة عندك، وراك مستغلها في بعض الأحيان بأسلوب خاطئ فيؤدي بك إلى نتيجة خاطئة. فتقول أنا درت الجهد اللي عليا ودرت كل شيء لكن لم أنجح. وهنا لازم تفهم ما هو السبب. سبب بالمثال اللي احنا نعطيه لك الآن. تخيل أنه عندنا سارق يريد أن يدخل أنه يسرق أي بيت أو أي مكان أو أي شيء، ويريد أن يتم المهمة بدون أن يكتشف أو يكشف أمره. ماذا سيفعل؟ أول شيء سيخطط. بماذا سيخطط؟ ما الشيء الذي سيستعمله لأن يخطط ويحسن التخطيط؟ أخيد هو عقله، وهذا العقل موجود عندك أنت ثاني.